رجعنا لأصل الحكاية، وحكايتنا النهاردة زي ما قلت لكم تسعيناتي، يعني مفيش حاجة بتسجل الزمن بجد قد السينما. التسعينات وسينما التسعينات هي أصل حكايتنا النهاردة اللي هنحكيها مع الناقد الفني الكبير دكتور ياقوت الديب. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا، مساء الخير وكل سنة طيبين، وأتمنى للبرنامج إن شاء الله التوفيق والإزدهار والتقدم والتطور إن شاء الله. شرفتنا يا دكتور. أشكرك. وكنا حابين نعرف من حضرتك أكتر عن سينما التسعينات، إيه أهم ملامح الفترة دي؟ يعني الحقيقة سينما التسعينات يعني يمكن جت طبعا بعد الثمانينات وعصر الثمانينات في السينما المصرية، يعني هو آخر عصر كان فيه أكبر كم من إنتاج السينمائي. بعد كده الحقيقة يعني تحديدا من التسعينات ومن 94 وكده أو في منتصف التسعينات بدأ الإنتاج السينمائي يقل بشكل الحقيقة كبير جدا جدا. يعني للأسف الشديد مثلا بنلاقي مثلا في سنة 97 17 فيلم حجم الانتاج، 98 18 20. ما عشان كده كنت عايزه اسال حضرتك برضه دكتور ياقوت، معلش، مين من النجوم اللي ظهروا في التسعينات يعني حضرتك بتعتبرهم فنانين من العيار الثقيل قوي؟ لا كتير طبعا، المجموعه يعني طبعا الثلاثي العظيم محمود عبد العزيز الله يرحمه، نور الشريف هنقول الله يرحمه، محمود ياسين نقول الله يرحمه، معاهم طبعا الفنان الكبير حسين فهمي طبعا، ربنا يديله الصحه طول العمر ان شاء الله. طبعا في طبعا مجموعه الشباب الجميل طبعا هنيدي، بس دول موجودين من قبل كده صح؟ طبعا، بس احنا ما هو طبعا دول لا امتداد، ما هي اجيال بتسلم بعضها، يعني مش هنيجي نقف وننهي مرحله ونبدا مرحله جديده، ودليل طبعا نجوميتهم وهمتهم ان هم النهارده كلهم مستقلين بافلام ابطال يعني فعلا. يشيل الفيلم، يعني السقا بيشيل فيلم، هنيدي بيشيل فيلم، علاء ولي الدين الله يرحمه شال افلام قبل ما يتوفى، وهكذا كريم عبد العزيز شال افلام وما زال يعني تميزوا فنيا وحتى على المستوى الشكل، المستوى بتاعنا بقى تحس انك انت في الشارع المصري، ده مصري كده شخصيه بالظبط، فدي بتبقى مريحه شويه يعني وش احمد زكي، وش الشباب الجديد ده كله وجوه مصريه صميمه جايه من الحاره ومن الشارع ومن البيئه الشعبيه والطبقه المتوسطه والكلام ده، فده بيخلي نوع من الالفه بين اللي بين الجمهور وبين الارتباط ولاد البلد بالفن، اه ولاد البلد هم يعني حقيقتهم هم ولاد بلد، يعني فعلا مناطق شعبيه من الطبقه المتوسطه، ويعني فده مجموعه الشباب دي بتاعت اسمع اللي من بعد اسمع اللي رايح جاي ملفتة للنظر الحقيقة، ونجوم النهاردة نجوم كبار يعني مع احترامنا ليهم كلهم. طبعا عشان كده برضو عايزة أقول لحضرتك إن كتير من المؤرخين والنقاد السينمائيين بيشوفوا إن فيلم إسماعيلية رايح جاي ده عمل انقلاب في صناعة السينما. لا هو الحقيقة طبعا مع احترامي للفيلم، يعني هو الفيلم على المستوى الفني كنقد يعني لا هو فيلم يعتبر فيلم عادي يعني، لكن التميز في هذا الفيلم الابطال بتوعه والموضوع موضوع الشبابي، موضوع العصر، الموضوع كان يتناسب مع عصر والشباب ده، فهو كان فيلم لاكتشاف المواهب، كان فيلم شبابي، فيلم كله فعلا اصبح كل ابطاله نجوم، احسن الاختيار بالظبط كده، كل ممثل ودوره فعلا تميز فيه وعمل حاله في السينما المصريه، يعني حتى كل بعد كده افلام الشباب جت كتقليد امستردام والجامعه الامريكيه والحاجات دي جت بتحاول تعمل الشكل بتاع اسماعيلية رايح جاي الجامعة. عموما السينما مرت بأزمات كتير قوي طول تاريخها، بس كنت عايزة أعرف من حضرتك أزمة سينما التسعينات كانت إيه؟ لا هي الحقيقة مش التسعينات، هي أزمة السينما بدأت من سحب الدولة لدعم السينما اللي هو كان متمثل في تجربة القطاع العام، والحقيقة دي كانت تجربة سريعة جدا لأن الدولة كانت مهيمنة على دور العرض والاستديوهات وشركات التوزيع والإنتاج وكل حاجة والمعامل وكل ده، فسيطرت الدولة على مش سيطرة بالمعنى السلبي، بالمعنى الإيجابي إن هي توجه إن هي تدعم، يعني فترة القطاع العام دي من الفترات الذهبية في عصر السينما المصرية، يعني هي فترة الستينات مع قوانين يولو الاشتراكية والكلام ده كله، يمكن مش مقبول عند بعض الناس لكن كانت تجربة سريعة جدا، بدليل إن هو طبعا تخيل حضرتك مثلا نجيب محفوظ كان رئيس المؤسسة، صلاح أبو زيد كان رئيس شركة فيلم إنتاج، العمالقة بتوع مصر اللي جودة الصحار يوسف السباعي، قامت السينما على روايات هؤلاء العمالقة، عملوا 150 فيلم من أعظم الأفلام، أي فيلم تفتكريه في السينما المصرية طبعا الأبيض والأسود يعني جيد جدا هتلاقي انتاج القطاع العام. ما انا عشان كده برضو عايز اسال حضرتك ايه اللي موجود من زمن التسعينات حاليا في السينما متاثره بيه؟ بنتكلم على جيل اللي هو امتداد لحركه الواقعيه الجديده،
لكن مع احترامي لكل الشباب المخرجين الشباب، في شباب جمال جدا خاصة شباب ما يسمى بالسينما المستقلة، يعني زي ما احمد عبد الله، ابراهيم بطوط، احمد رشوان، علي ادريس، سعيد حامد، كل دول مخرجين جمال فعلا، وائل احسان، عملوا افلام حلوه وجميله. بس عايز اسالك على حاجه برضو، يعني بشكل شخصي اكتر فيلم كده بيعيد فتره التسعينات من وجهه نظر حضرتك؟ والله هو هم بصي يعني 10 افلام في دماغي كل سنة أنا مختار فيلم. طبعا كأمثلة فيلم سوبر ماركت محمد خان، فيلمين لعاطف الطيب اللي هو ضد الحكومة وليلة ساخنة، فيلمين داود عبد السيد اللي هو أرض الأحلام والكتكات، الله، فيلم رضوان الكاشف اللي هو عرق البلح. طبعا اسعدنا وجود حضرتك معانا ونورتنا انا واختي، ومتاكده ان كل جمهورنا استفاد واستمتع بتقييم حضرتك عن سينما التسعينات، وزي ما استمتعنا واستفدنا احنا كمان بجد. شرفتنا يا دكتور، اشكرك بجد، يعني ان شاء الله نلتقي على خير وموفقين. ربنا